بقول هتجوز. انت يا هدير مالك متاخد كده؟ امال عايزاني اعمل ايه؟ اقولك مبروك؟ طبعا. عشان حبي بيروح ما بين ايديا؟ حب حاجه، الجواز حاجه تانيه خالص يا نادر. يعني ايه؟ يعني الجواز يكون لي راجل يفتح لي بدل البيت فيلا، وبدل الفستان 10، وبدل العربيه يبقى عندي 2. والحب يا هدير، ده لما كان بيسالوني على الحب كنت بشاور عليك. هو ده الحب، لكن فين الجواز؟ ربنا اكيد حنتهي الجواز اكيد. من يوم ما دخلنا الكليه 4 سنين واحنا بنحب، مع انك انت ابن الاكابر الغني وانا الفقيره اللي محلتهاش. الحب مفيش حاجه في الدنيا بتمنعه وتقف قصاده، لكن الجواز شقه، مجرد شقه بتعطله. هنعيش في القصر مع دوله تاني. قصر دولة هانم؟ قصر مساحته 30 فدان وما تتحكمش على قشايه فيه. اجيب لك شقه. منين؟ وبكام وازاي؟ ده انت يا دوب مصروفك هو بنزينك. هدير ارجوك خلينا نعيش الواقع. مين هيصرف عليا؟ انت ولا جدتك دولة هانم؟ جدتك دولة هانم وساعتها هي اللي هتتحكم فينا. افرض اتمنينا يبقى لنا ابن يملى علينا حياتنا، وجت دولة تاني وقالت لا مفيش اولاد دلوقتي، كلام مين اللي هيمشي؟ كلامنا ولا كلامها؟ ساعتها مفيش ساعتها يا نادر. عيب عليك يا اخي، ده انت طالب في كلية التجارة، يعني دارس اقتصاد، وتعرف يعني ايه قدرة المادة على التحكم في الناس. واضح انك فكرت في كل صغيرة وكبيرة، عشان كده وافقت على الجواز. الحب، الحب النهارده يا نادر بقى نقطتين العسل اللي بنحطهم على الدواء عشان نستحمل مرارته، وممكن قوي نستغنى عن نقطتين العسل، لكن مش ممكن نستغنى عن الدواء ومرارته. عارف ليه يا نادر؟ لان المر هو الاصل. انت عارف ده ليه؟ لأننا عايشين في زمن أرخص حاجة فيه العواطف والمشاعر والأحاسيس. العواطف والمشاعر والأحاسيس بقت رخيصة لأنها ما بتكلفناش، ما بندفعش فيها، الحاجة الوحيدة اللي بنقدمها من غير فلوس. الحب بقى حاجة رخيصة؟ صدقني يا نادر، صدقني هي دي الحقيقة. هو عندك أبويا مثلا مغرقني مشاعر طيبة وأحاسيس حلوة، ساعة لما بيشوفني ساكت 5 دقايق، مالك يا أسامة؟ ساكت ليه يا حبيبي؟ أنا سلامتك، عينك حزينة ليه يا أسامة؟ انما لما بطلب منه 10 جنيه بيفكر مليون مره قبل ما يديها لي. ده لان ابوك بخيل. هو بخله ده هو اللي خلاني اصدق هدير ووافق على جوازها. انا عمري ما بخلت على هدير. ولا هي بخلت عليك، ظروفكم هي اللي بخلت عليكم. ظروف ايه؟ جدتك اللي عندك زي البيت الواقف، لا انت قادر تتصرف في الملايين بتاعتها، ولا انت تملك غير لقمتك وهدمتك وعربيتك. الشلة طول عمرها مزنوقة في عربيتك. وده ايه علاقته بجواز هدير؟ هيبقى عندنا عربيتين، عربيتك وعربية هدير. يعني انت موافق ان هدير تتجوز غيري؟ ايوه، ايه المانع؟ راجل مرايش وعنده فلوس، ايه المانع بقى هدير ما تتجوزوش؟ وانا؟ انا يا احمد؟ يا اخي اللي خلقها خلق غيرها، وبعدين ربنا يجعل خيرها في غيرها. والحب؟ الحب ده كباري بنركبها توصلنا من بر لبر، وإذا انكسر لك كوبري بقى دور لك على غيره يا أخي. أنت يا أحمد؟ أنت اللي بتقول كده؟ نادر يا حبيبي، ارحمني واسمح لي أوصل للمفيد. وإيه هو المفيد؟ الوظيفة اللي بحلم بيها العمر كله، نكون نفسنا، نعمل لنا قرشين. آه، جوز هدير يا حبيبي عنده مكاتب كتير قوي في الدول العربية، ويقدر يوظفنا. يوظفنا؟ يوظفنا أنا وإيمان يا أخي. يا نادر، يا نادر يا أخويا، الفقر اللي زي حالاتنا شبابهم بقى فرصتهم الوحيده في الجواز. ولما شباب بقوا فرصتهم الوحيده في الجواز ليه بتتعلموا؟ ليه بتاخدوا شهادات؟ اخت هدير الكبيره اتخرجت وخدت شهاده وبعد كده اتجوزت، وبعدين اتطلقت. عارف اتطلقت ليه؟ عشان مش لاقيه شقه. عرفت بقى ليه هدير اتصرفت كده ووافقت على الجواز من راجل غني؟ قصدك خافت تكرم مأساة اختها، مش كده؟ صح، وبدل الحكايه ما تبقى حبك وحبها وتبنوا حياتكم، هتبقى فقرك وفقرها وتتهدى حياتكم. انا فقير يا امان؟ بقول لك ايه،
حكاية دولة هانم دي حكاية في علم الغيب. أنا اللي أعرفه عصفور في اليد أضمن من ألف على الشجر. آه يعني أنت موافق على المبدأ، مجرد عريس غني يجيلك تجري وتسيب أحمد. يمكن ما تصرحش زي ما تصرعت هديل، لكن بالتأكيد هفكر، والتفكير نص المشوار. لكن انت عارف القضايا والمحاكم ده كفايه عليك شغل دوله تانيه، ده لوحده محتاج 10 محامين. عشان كده انا حريص على اني اعمل لها كل شغلها بنفسي لضمان الدقه والامانه والسريه. 12 شيك. دول لسه زي ما هم، 150 جنيه في الشهر. دي اوامر دوله هانم. طب ادوني علاوة، بدل غلاء، بدل إقامة، بدل سفر، بدل عدوى، بدل ما نشحت. يا ريتك كنت نجحت، كنت قدرت كلمت دولة هانم ترفع لك المرتب، إنما سقوطك المنتظم ده. عايز ننجح عشان 150 يبقوا 50؟ ده معقول يا أستاذ نادر؟ ما لو نجحت دولة هانم هتمنع عني مصروف، وتقول لي بقيت راجل اعتمد على نفسي، وأنت عارف بقى إن الرجولة والاعتماد على نفسي بالزمان ده ما بيزيدش عن 50 جنيه أول المربوط. أيوه يا أستاذ نادر، بس أنت عارف. أنا راجل زميلك سائق وخايب 150 جنيه في الشهر ولا راجل وناجح ب50؟ والله دي امور ما اقدرش افتي فيها، ولكن الامر الاول والاخير لدوله تاني. اه طب احنا هنخلص شغل دوله تاني بقى، ما نضيعش وقتك عشان لسه ورانا حاجات كتير. اتفضل اتفضل. قصدك يعني جرد محتويات القصر؟ ده اجراء شكلي يا استاذ. اجراء شكلي؟ ولو ضاعت تحفه ولا لوحه هيبقى شكلي ايه؟ مش حرام؟ انت ليه واخد الموضوع بحساسيه كده؟ ده اموالك اولا واخيرا يا استاذ نادر. أمضي لك عشان تستريح دولة تاني. ودلوقتي بقى ممكن تيجي معايا عشان تطمن على محتويات القصر. اتفضل. أستاذ نادر. يا أستاذ الشغل شغل. عدد 4 بازا سيفر قرن 15، 3 تمثال صيني، 4 لوحة لرينوار، 3 لوحة لفان جوخ، 1 لوح اسمه نادر البواب والحارس لمتحف دولة تاني.
ياه، حد يستقبل عيد ميلاده بالحزن والكآبة دي كلها؟ امال عايزاني استقبله ازاي؟ الدنيا حلوة وهتبقى أحلى السنة الجاية. ولو ما حصلش؟ يبقى السنة اللي بعدها. ولو برضه ما حصلش؟ يبقى العيب فيك أنت مش في الدنيا. أنت اللي معرفتش تغيرها. أنت اللي ما قدرتش عليها. أنت غريبة أوي يا أميرة. عمري ما شفت إنسان عندها الإصرار ولا العناد ده كله. أنت عمرك ما يأستي. أكدب عليك لو قلت لك لأ. أنا فعلا يأست. لكن مرة واحدة بس. أنت؟ يوم بابا ما مات. لكن بعد ما نشفت دموعي قدرت أتغلب على اليأس وحولت الموت لحياة. حولت الموت لحياة؟ حققت أحلام بابا. وهو كان بيحلم بإيه؟ إني أبقى دكتورة. لكن أنت سبت كلية الطب. ورحت معهد التمريض واختصرت الذنب عشان أقدر أساعد إخواتي في تعليمهم. على كل حال النتيجة واحدة. أديني لبست البطل الأبيض. آه. هو ده بقى السبب. السبب في ايه؟ بانك شايفه كل شيء ابيض، لكن يوم ما هتقلعي البلطو ده هتشوفي الدنيا بلونها الحقيقي. وايه بقى لونها الحقيقي؟ اللون الاسود. نادر الحمد لله اللي لقيتك. ايه في؟ انا طب ادخل ادخل. مدحت غانم صديقي وزميلي في الكليه. اهلا وسهلا. الى نسا اميره المشرفه على علاج بابا تاني. اهلا وسهلا. نادر انا كنت عايزك في موضوع مهم قوي. اخير انا الموضوع خاص بالشله وخاص بينا انا وانت يعني. ايه في؟ عن اذنك. اتفضلي. مش كنا اتفقنا انك تبطل الهباب اللي بتشمه ده؟ بقولك ايه؟ انا جاي عايز فلوس مش دروس. اعمل معروف يا نادر، شوف لي فلوس باي طريقه، انا مش قادر مش قادر. انا لو قلتلك هبقى بضرك يا بني ادم. بقولك ايه؟ سيبك من كلام التلامذه ده، انا قادر اتكلم ولا قادر اقف ولا قادر اعمل اي حاجه. نادر شوف لي فلوس باي طريقه. ابوس ايدك يا نادر، ابوس ايدك. انا معيش يا اخي. اعمل اي طريقه يا نادر، انا مش قادر اقف على رجلي. يعني عايز نعمل ايه؟ نادر نادر انا تعبانه نادر. والله بقى ده كل اللي حبتي. نادر ما انت عارف. ايوه يا امير خير؟ لا بس عايز اخد ساعتي عشان اشوف نبض ده ولا ايه. اتفضل. نادر انا مستعجل قوي. سلام. طب مع السلامه. مع السلامه. غريب في ايه؟ ساعتي كانت هنا مش لاقياها. ايه؟ انا ما خدتش حاجه. تقول بقولك ابعد عن طريقي احسن لك. ايه يا مدحت؟ بقول لك ايه؟ كفايه ابعدوا عني ابعدوا عني. عم جابر يا عم جابر. ايه يا بنت في ايه؟ الحق يا عم جابر. بتقول ايه؟ الحق نادر. صابر نادر نادر صابر نادر يا عم جابر نادر. ماله؟ بيتخانق. بيتعايق. بيتخانق. اعلى مدحت سيبوا عم جابر.
كل ساعة يا عم سادة زيت لحد الساعة بس بيتخانق مع دولة هانم. سيبيهم يا بنتي، ما هم تملي يزعقه ويهللوا، ما تقلقيش بكرة تتعودي على اغنائهم لغاية ما ربنا ينعم عليك بنعمة الطرش. مديعة. ايوه يا فندم. اعرفك بالمدام هدير. مش معقول المدام بنفسها عندنا؟ ده شرف عظيم لينا يا فندم. شوفي طلباتها، اي حاجه تعوزها تجيبيها لنا. تحت امرك يا فندم. عن اذنك يا حبيبتي. فريد. ايوه يا نور عيني. انت رايح فين؟ انا حسناكي في الاداره فوق يا حبيبتي. وتسيبني لوحدي؟ اصل عندي شويه مهما كان اللي عندك مش ممكن هيكون اهم مني. هدير يا حبيبتي انا فريد، لو ما استنيتش معايا انا هخرج من هنا حالا. يا فندم انا معاكي وكل اللي عايزاه حضرتك انا تحت امرك. محدش طلب منك تتدخلي يا نسا، مفهوم؟ اسفه يا فندم. هدير يا حبيبتي، انت عارفه ان انا عايز افضل جنبك على طول، مش عايز ابعد عنك، بس ما تنسيش ان انا صاحب المحل ده ومسؤول عنه وعن ادارته. وده يزعلك اني افضل جنبك على طول حتى ولو في المحل؟ ومين في الدنيا يزعل وهو عايش وعلى صدره اجمل ورده في الوجود. بديعه، انا اسف ان خطفت منك زبونه زي الهانم، لكن معلش ما قدرتش احوش نفسي، انا هتصرف معاها. والهديه اللي عايزاها حضرتك لبابا ولا لماما، لاخ ولا الاخت؟ لصديق. صديق؟ انا ما سمعتش على الحكايه دي قبل كده. ازاي ما سمعتش عن الحكايه دي وده كان اول شرط من شروط جوازنا؟ اول شرط كان اني ما ابعدكيش عن شبابك واخليك تعيش حياتك. وحياتي عباره عن ايه؟ سهرات ونادي وعربيات وخروج وشلة. هو الصديق ده مش شلة؟ ايوه. انا اسف يا فندم لتدخلي الزائد عن الحدود، لكن حضرتك تعرفي ان المعلومات دي بتساعدني على ان اختار الهدية المناسبة. ايه والصديق ده متجوز ولا مرتبط ولا بيحب؟ ده انسان اتخلق علشان يحب ويتحب. وايه مناسبة الهدية؟ عيد ميلاده. اول حرف من اسمه نادر. طب تحبي كرافتة، اشارب، منديل، دبوس، زرار عليه اول حرف من اسمه؟ الالمازة دي. ايوه بس دي مش للبيع يا فندم. امال عارضينها ليه؟ اصل لو حضرتك خدتيها المحل ده كله هيتهد ويبقى خراب. ليه؟ لان تمنها تمن المحل ده كله. 5 مليون جنيه؟ بالظبط، وده لانها الالمازه الثانيه الموجوده على مستوى الجمهوريه كلها. والالمازه الاولى فين؟ عند واحده ست كبيره مصريه. وتطلع مين دي؟ دوله هانم الارناؤوطي. دوله هانم الارناؤوطي دي تبقى جده نادر اللي بقولك عليه. بتقولي ايه؟ معقول؟ يا خساره ويا ميت خساره. خساره؟ خساره ليه؟ كان نفسي احضر الحفله دي واشوف دوله هانم اللي طول عمري اسمع عليها. انا جوزي بقى راجل عصري، ولو عزمتك علشان تحضر عيد الميلاد مش هتزعل. يا فندم ده شرف احنا مش قده، ربنا ما يحرمنا منك ومن كرمك، وعشان هتحققيه للحلم ده انا هختار من المحل اكبر هديه واعظم هديه واغلى هديه. الالمازه؟ لا انا شخصيا. تقدميني هديه النادر في عيد ميلادي. خلي شيل التلفزيون ده وارجع تاني عشان تاخد معاك الفيديو كمان. جرى ايه يا معلم؟ احنا اتفقنا بس على التلفزيون. الله، طب وهو فايدة الفيديو من غير تلفزيون؟ اصل ابويا مسافر بره، وعدني وهو جاي هجيب التلفزيون من اول معاه. يا سيدي اللي قدره ويجيب تلفزيون يجيب الفيديو. ايه نشيله ولا بلاش البيعة دي خالص؟ شيل شيل يا معلم. يلزمك كام؟ شوف انت كام بقى يا معلم. 400 ورقة كويسين. 400 جنيه تلفزيون وفيديو يا معلم. أكتر من كده البيعة ما تكسبش. أنت واخد مني 40 في 40 في 40 في 40 يبقى 160. يبقى لك في ذمتي 240، اتفضل يا هم.
اي خدمه تاني؟ اه يلزمنا 40 جنيه كمان. ليه تاني؟ انت مالك يا معلم؟ الله، قلت لك اديني 40 جنيه، تديني 40 جنيه. انت هتلون معايا ولا ايه؟ جرايه يا معلم، واحنا في حصه رسم. خبر يا سميتها، ما بالراحه شويه. عايز 40 جنيه عينيا، اديك 40 جنيه. اتفضل. 10 20 30 40، حلو الكلام؟ اه حلو الكلام. معقوله؟ معقوله دي؟ حد في الدنيا يصدق؟ صاحبي وصاحب عمري، اروح له عيد ميلاده ايد ورا وايد قدام. يا اسامه يا ابني، ما انت كل سنه يا حبيبي بتروح له ايدك فاضيه، اشمعنى السنه دي؟ ايه؟ خلاص زنقت؟ طبعا زنقت، زنقت خلاص، زنقت وانا ما بقتش قادر استحمل كمان، انا كبرت، كبرت يا ماما، كبرت وبقيت راجل، واعرف اللي ليا واللي عليا. ما هو نادر صاحبك، عارف انك انت لسه تلميذ، يعني ما معاكش وما تملكش. هو نادر برضه يعرف ان انا ابن اكبر تاجر قماش في المسك. وجاي تكلمني انا ليه؟ ما كلمتش ابوك ليه؟ مين قالك ان انا ما كلمتوش؟ وانتهيته على ايه؟ اداني ده جنيه واحد، يعني كمان التاكسي اللي هيوصلني لنادر في عيد ميلاده مش هقدر اركبه. ايوه، وعايزني اعمل لك انا ايه؟ شوفي لي حاجه معاكي كده. منين يا حسره؟ ما كانش بقى ده حالي. لو كنت اقدر احتكم على اي حاجه ما كنتش استنى اشوف القهره والحيره اللي انت فيها دي. والدهب بتاعك فين؟ صيغه، ما انت عارف ان ابوك قافل عليها، ما بيطلعهاش الا اذا كنت رايحه زياره ولا عزومه. طب واخرتها؟ اخرتها ايه بقى؟ دي مش عيشه دي؟ اللي بيعملوا فينا بابا ده حرام، حرام. يعني يا ابني هو ابوك بيعمل كل ده لمين؟ ما هو ليك. ابوك خايف عليك يا اسامه. خايف عليا؟ خايف عليا من ايه؟ خايف عليك من يوم اسود. وعشان يوم واحد اسود يخلي كل حياتي سودة؟ يا ماما، يا ماما انا متبهدل بين اصحابي، ان طلعوا رحله سلفوني، ان اشتروا كتاب سلفوني، ان ركبوا مواصله سلفوني، لما بقى اسمي في وسطهم اسامه سلفوني. فضها سيره بقى وكفايه نبحه حس، كلامك ده لا هيخلي ابوك يبطل بخل ولا احنا نطول قرش. لا هنطول، وهنطول كل اللي احنا عايزينه. انا خلاص مش هقدر استحمل اكتر من كده. يا بنت الناس ريحيني واسمحي لي اوصل للمفيد. وايه هو المفيد؟ عيد ميلاد نادر يعني العشوه الحلوه. عشوه؟ اه، حتتين جاتوم اللي بنسمع عنهم في الاعلانات دول. ايه اللي بتقوله ده يا احمد؟ وشويه عصير من اللي بيمنعوا الجفاف وخلاص. انا مش ممكن اروح عيد ميلاد نادر واقول له كل سنه وانت طيب الا ومعايا هديه. اه هديه بقى منين؟ انت ابوكي موظف وانا ابويا موظف، يعني احنا الاثنين شحاتين. ماليش دعوه حتى لو كنا شحاتين. ايه راح فين؟ خلاص انا عرفت هقدم له ايه. هتقدمي له ايه؟ مصحف كريم، الحاجه الوحيده اللي تثبت ان الهديه بقيمتها مش بتمنها. كل سنه وانت طيب يا نادر. شكرا يا اميره. ها احط لك كام شمعه؟ تديني كام سنه؟ ما اعرفش. معقول انسانه مهنتها الطب ما تقدرش تقدر عمر بني ادم؟ لا، اصل انا عمر الناس بالنسبه لي مش عدد، احساس. يعني ايه؟ يعني قول لي احساسك هقول لك عمرك الحقيقي. ها انا حاسس اني تايه، مش عارف رايح فين ولا جاي منين ولا عارف الصح من الغلط. ياه للدرجه دي؟ هو ده احساسي. تقدري بقى تقولي لي عمر الحقيقي؟ اقدر. انت بالاحساس ده تبقى يا دوب 5 سنين. ده انا عيل بقى. ومحتاج بقى شوكولاته ولبان وبنبول. لا وملاهي وملاهي. ملاهي وملاهي. يا ريت. يا ريت ايه؟ يا ريت تبقى عيل. يا ريت اتدلع سال العيال. بقى كل اللي انت فيه ده وما اتدلعتش. تمام وزي الفل. انت اللي ودنك تعبانه،
اسمعني يا بابا، انا عايز فلوس. فلوس؟ الفلوس اللي بعتها لك راحت فين؟ كلها ضاعت على الدروس الخصوصية. الدرس الواحد دلوقتي بيتكلف 40 جنيه، اعمل ايه بقى؟ لكن وزير التربية واليمين حالف 60 تعليم اللي يخلص على الدروس الخصوصية كلها. انت مالك يا مدحت، في ايه؟ يا بابا انا صوتي زي الفل، انت اللي ودنك تعبانة. بابا انا قلقان عليك قوي يا بابا، ودنك تعبانة، اكشف عند حد يا بابا، ما تهملش نفسك والنبي عشان خاطري. بابا سامعني؟ انا عايز فلوس 40 جنيه. المهم تنجح يا مدحت، انا بعتك اللي انت عايزه. مفهوم يا بابا، مع السلامة. مع السلامة. أنا مفايقة. أخ مفيش. إيه؟ وإذا كنت مش هتعرف حضرتك تبعت الفلوس بالبريد، ابعتهم مع أي حد من صحابك. فلوس إيه؟ أنا ماما. أنا ماما اللي بتتكلم يا مدحت. فلوس ايه اللي بتتكلم عنها؟ وبعدين بقى ال 40 جنيه اللي طلبتهم، سامعني كويس؟ ايه يا مدحت؟ مالك؟ جرالك ايه؟ انا اللي جرالي ولا حضرتك اللي صوتك بقى رفيع؟ انا ماما يا مدحت، ماما اللي بتتكلم. ماما؟ ماما مين؟ ماما مين؟ ماما لسه ما اتكلمتش يا بابا. بقول لك انا ماما. ماما؟ امال كان صوتك تخين ليه وانت بتكلميني عن الفلوس؟ الأربعين جنيه فلوس الدروس. الدروس الدروس اللي اليمين حالف 60 تعليم لا خلص عليهم. وانا كلمت ماما قبل صوتها ما يبقى تخين، ولو انت بابا كلمتك قبل ما صوتك يبقى رفيع وقلت لكم انا عايز فلوس. انتوا مسافرين ليه؟ مش عشان فلوس؟ ابعتولي الفلوس 40 جنيه، سامعني؟ مع السلامة. 40 جنيه. عالم فايق. مخ مفيش. اديك عرفت العنوان، اول ما البيه خلص تجيبه وتيجوا على هنا على طول. تحت امرك يا مامي. اتفضلوا انتوا بقى. كل سنة وانت طيب يا نادر. فتحية؟ فتحية؟ طفشت. معقولة؟ فتحية الشغالة طفشت بعد العمر ده كله؟ لما حست ان الخدمة زادت عليها مع دولة هانم، وصلت انها بتغلق الفرش 3 4 مرات في اليوم، فهربت. مساء الخير. مساء النور. اهلا يا أميرة. هي دولة هانم حالتها سائد للدرجة دي؟ ايوه. طب ليه ما تنقلوهاش مستشفى؟ مصرة بقى انها تموت في بيتها. يعني لو كنت استنيت شويه كنت هتلبسي نفس الملابس، هتركبي نفس العربيه، كنت هتعيش هنا. فوق كل ده كان هيبقى في حب، حب يخلي حياتنا معنى. انا مش قادره افهم انت ليه عاملها حكايه يا نادر. انا جوزي بالنسبه لي مش اكتر من بنت. ما انا كنت هورس بدل 1.2 مليون. وتلعب لعبه الانتظار، تستنى وتفضل تستنى لحد ما يضيع عمرك. ما والدك عاش ومات وهو مستني الوهم يا نادر. دوله الارناوطي مش وهم، دي حقيقة عايشة النهاردة، لكن أكيد هتموت بكرة. الانتظار زي القمار، يا تكسب اللي مستنيه يجيلك يا تخسر وما يجيلكش. واللي بيبني حياته على القمار يا نادر دايما بيبقى خسران. عشان كده ما ضيعتيش وقت، كسبت البنك وكسبت الألمازات وفوق كل ده كسبت نادر. أنا؟ طبعا، لما اشتركت علمني علاقتي بأصحابي تفضل زي ما هي. مين قالك إن علاقتك بأصحابك زي ما هي؟ وهو ايه اللي اتغير؟ اديني قدامك اهو، وبحضر عيد ميلادك. اسمح لي اكون اول واحده تقولها لك. كل يوم وانت طيب يا نادر. اتفضل. معيش فكه بيه. خلي الباقي عشانك.
تعملوا ايه؟ اهلا يا اسامه. بنقضي شهر العسل يا حبيبي. احمد ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ايه مش فاهم بيسالني بيقول ايه؟ ايه يا عم؟ ايه بنقطه حوضين ورد على شويه خضره نقدمهم لنادر بيه ونقول له كل سنه وانت طيب نحلل بيهم العشوه. اه من دقن وفتله يعني. ايوه بالظبط. انا بقى ده فتله عرفتها لوحدك كده. اسم النبي حرصك وصينك يا حبيبي. انا شخصيا جبت له هديه. ايه انت تجيب له هديه يا اسامه؟ الحقي اسامه سلفني يجيب هديه. قال اسامه اخو ما معنديش ابن عم ما فيش يجيب له هديه ازاي؟ انا ابن اكبر تاجر في البلد. ايوه يا حبيبي بس ازاي ومنين؟ ده انت ابوك لما بيديك جنيه بتقف تصور جنبه فوتوغرافيا. ايه يا احمد وبعدين بقى؟ سيبيه يقول اللي هو عايزه. لما يشوف هديتي هيتغرس لسانه هيتقطع. ايه ده يالا؟ ايه ده؟ يخرب بيتك يالا، يخرب بيتك ويخرب بيت السيد والدك. ايمان شبكتك يا ايمان. انت بتعمل ايه؟ وانت بتزعق ليه؟ انت لسه زعلان مني؟ اه طبعا زعلان. فرقع انا فرقع. ايوه فرقع. انا مفرقع فخر. يلا هلا 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 حي ابو الفصل. بلا بابا هيكون عيد ميلاده الليله اجمل الاعياد. بلا فيلا فليحيا ابو الفصل. انا ابو الفصل. الف مبروك كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. الف مبروك. الف مبروك كل سنه وانت طيب. الف مبروك يا نادر. كل سنه وانت طيب. الله جميلة أوي. كتير كتير جدا يا أسامة. أنا ما لقيتش أحسن من المصحف. كل سنة وأنت طيب يا نادر. ميرسي يا إيمان. هدير صاحبتنا يا جماعة، هدير صاحبتنا هي اللي هتاخد الجايزة الأولى. جايزة إيه؟ جايزة الحفلة التنكرية طبعا. تنكرية؟ طبعا مش جاية متنكرة في زي ألماظة. أصلها يا ستي بنت عم ياقوت حفيدة الحاج دهب ابن المعلمة فضة. فضل من العلاطة. وبعدين معاك يا احمد اسكت بقى ولم لسانك. اسكت هي دي حاجة يتسكت عليها. هدير 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 اللي كانت واخدة الفستان الأصفر محلا ومعاشا لها تعيش فيه دائما بقت تلبس الألماظات. ايش هنا ألماظ وايش هنا ألماظ والذهب الذهب الأصفر. طب شد حيلك كده واعمل زيي عشان تخرج من موطنك الاصلي. موطني الاصلي؟ الفقر. بعدين بقى اقوى يا جماعه. الله هو احنا جايين نهيص ولا جايين نهجص؟ نهجص. ها؟ وبعدين معاك يا احمد بقى، ما يلا نوضب البيت كده ونملاه زينه، مش عايزين كلام فارغ. خد تاكسي انت وروح. مش هستنى حضرتك يا فندم؟ لا عندي احساس ان القعده هتحلو والليله هتطول. تحت امرك. اهلا يا فندم بالراجل اللي كل شيء تتمنى انها تشوفه يا سعاده البيه. اهلا وسهلا. اهلا. ليه ده كله؟ الحقيقه كنا عايزين نشوف الراجل اللي قدر يسيطر على قلب هدير ويخليها تقول يا جواز. ياه للدرجه دي؟ طبعا
يظهر ان حضرتك تاجر وتاجر ممتاز كمان، لانك قدرت تحتكر الصنف وبقيت انت المتحكم الوحيد. لا وايه اي صنف؟ ربنا يخليكم لبعض يا رب. ميرسي ميرسي يا رب. سعادتك ممكن تسمح لي وتريحني وتوصلني للمفيد؟ وايه هو المفيد؟ يا ترى الحب اللي بينك وبين الانسه هدير هيبقى يعني لوحدكم ولا للشله كلها؟ ولا يعني الحب هيبقى الناس ناس بس؟ شوف يا حبيبي، اللي بيفتح قلبه مره لا يمكن يقدر يقفله. طمنتني يا سعاده البيت. بتستنى عليك؟ ربنا يطمن، ربنا يطمن عنك يا سعاده البيت. هو حضرتك الاستاذ نادر؟ لا يا فندم. امال بتتكلم معايا ليه؟ نادر بيتكلم في التليفون هناك. تعالى انا هعرفك عليه. ليه بس يا سعاده البيت؟ ربنا يخليك. اسامه اسامه، انا خلاص نفخت. هو بيكلم مين؟ بيكلم الدكتور، اصل جدته تعبانه قوي. دوله تاني من ارناوطي تعبانه قوي؟ ده كمان يمكن تموت. لا اله الا الله. طب المفروض يعني ازعل ولا افرح؟ والله بقى دي حاجه متروكه لذكائك. لا ده انا ذكي قوي. خلاص لقيتها. هتعمل ايه؟ هفزعل. ايه اللي انت بتعمله ده؟ شكلك كان وحش قوي وانت بتنفق النفاق ده كله. نان نعم. من لساني بقول لك اهو، واحفظي الفاظك المتنفقه اللي انت بتقوليها. انا ما كنتش بنفق. ما كنت بتعمل ايه؟ انا كنت باكله التت. نعم التت. التت ده ايه ده بقى؟ ده نوع جديد، نوع من انواع الاغنطة الجديدة، يوصلنا بسرعة للمفيد. وايه بقى المفيد اللي انت عاوزه؟ المفيد اللي عايزه. ايوه. عقد عمل، عقد عمل ليا وليكي، خلصنا من النحس اللي احنا فيه. بنشمش. ايوه يا دكتور وصفي، ده انا بقالي ساعة بطلبك. خير يا نادر؟ طيب انا جاي حالا. مسافة السكة. تحفة. ناوي تبيع؟ ابيع ايه يا ابني؟ الباصة دي. باصة؟ اه الباصة دي انا عندي واحد مشتري صاحبي يجنن يهوس. يا سلام. حاجة ام 1000 يدفع لك فيها 100 على طول. 1100 ايه الكلام الفارغ ده يا ابني؟ هو حضرتك فايق؟ فايق جدا كمان. جدا؟ مخ مفيش. لا ما هو واضح. وبتفكري بسرعة. طب ايه اللي ناقص بالنسبة لعليك؟ النقطة 12 نقطة ونفع عملنا اللي عليك، وتقدر دولة هانم تنزل بنفسها وتقول لنادر كل سنة وانت طيب. 12 نقطة يا أمير. خير يا دكتور؟ اطمن يا نادر. 12 نقطة، النقط لو زادت عن 12 فيها خطورة على حياة دولة هانم. حاضر. وانت يا نادر تحت امرك يا دكتور، تنزل دلوقتي تاخد عربيتك وتجيب النقط دي. حاضر. صباح على خير يا اميره. وانت من اهل
قول لهم يراعوا في ست عيانه فوق. حاضر حاضر. حرمت منه العمر كله. ماليش غير الطريقه دي. ازاي ما اتسرق عمري كله يوم ورا يوم؟ غلطان يا اسامه. وهو ما كانش غلطان يوم ما دخل عليا. كلمه اعتبرني عيل. فهمه ضربني. ادخل اعمل فلوس وراجعها له. لا اوعى اوعى تقول لي كده وتعملي فيها نص اجتماعي وتعودي لسانك وتقول لي السرقه والشرف والاخلاق. لا لا يا نادر. فلوسي فلوسي وهصرفها على داير مليم. مش فلوسك يا بني ادم. لا فلوسي وفلوسي وفلوسي كمان. تمن كل لعبة اتحرمت منها، تمن كل أكلة كان نفسي فيها، تمن كل بدلة ما لبستهاش، دي فلوسي، فلوسي وهصرفها على داير مليم. أستاذ أسامة، فلوسك دلوقتي في الحفظ والصون. الفلوس دي انا جايبها عشان نصرفها كلها. عاش اسامه نصير الغلابه. عاش اسامه نصير الغلابه. عاش اسامه نصير الغلابه. عاش اسامه نصير الغلابه. عاش اسامه نصير الصهاريين. عاش اسامه نصير الصهاريين. عاش اسامه نصير الصهاريين. عاش اسامه نصير الصهاريين. اخواني انا بالفلوس دي كلها اقدر اخليكوا تقضوا ليله من الف ليله. رهيب. كل واحد يطلب اللي في نفسه والفلوس دي هي اللي هتنفذ. موافقين؟ موافقين. انا عايزه عربيه. عربيه عربيه. واحد واحد يا عيني. اخرس يا سعيد. واحد واحد. نبتدي بالامبراطور اسامه. هو اولى بالتكريم. نصير الغلابه ونصير السهرانين. رعاك بين ايديك يا معالي الامبراطور. تطلب ايه؟ الفلوس دي انا جايبها عشان اصرفها على داير مليم. هو ده كل اللي انا عايزه ومش عايز اكتر من كده. ونعم الشباب. وحييك. اطمن يا اسامه، فلوسك هتنصرف على داير مليم بناء على توجيهاتك الكريمه. هتنصرف يعني هتنصرف. انت وراك رجاله تصرف الزلط. بالروح بالدم هنبدل الاموال. بالروح بالدم هنبدل الاموال. اخواني ارجوكم امام اللفته الكريمه من عظيم الحفل الامبراطور اسامه امبراطور الليله وكل ليله يبدا برنامجنا الكبير بتحقيق الأحلام. وأنا من رأيي نبدأ بالجنس الناعم. أنسة إيمان شبيكي لبيكي، فلوس أسامة بين إيديكي. أنا عايزة يا إيمان اوعي تغدري بيا. لا أنا أحمد إيمان. أحمد ها ريحيني وصليني للمفيد. أنا كل اللي بتمناه ألاقي نفسي عروسة وقاعدة في الكوشة. حبيبتي إيمان حبيبتي أحلى إيمان في الدنيا دي كلها. فريد بيه بحبح ايدك شوية. الله يعمل بيتك ربنا يخليك لنا يا رب. قررنا نحن فريد ابو العز المشرف العام على لجنة تحقيق الاحلام صرف مبلغ وقدره كام يا سعادة البيه؟ 25 قرش تصرف باكملها للسيد احمد السعيد. 25 قرش مالها العزوبية؟ حد اشتكاكم من عايز سلطان زمان يا هو. ايه بهرج بضحك. على العموم انا هحتفظ بال 25 قرش دول. دول بشرة خير. بتقولي 25 قرش وبشرة خير؟ امال النكد يبقى بكام والنحس قد ايه؟ مدام هدير شبيكي لبيكي، فلوس اسامه بين ايديكي. انا نفسي اعرف هكون عايشه فين وازاي السنه الجايه زي النهارده. بس كده المطلوب عدد واحد فنجان قهوه لقراية بخت مدام هدير ومعرفة هتكون عايشة ازاي وفين السنة الجاية زي النهاردة. وانا كمان
وانا كمان نفسي في طلب. استاذ مدحت شبيك لبيك، فلوس اسامه بين ايديك. انا 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 نفسي اشوف راقصه مصر الاولى. تكنس وتطبخ وتخدم وتربي العيال وتعلمهم العمر كله بخمسة وعشرين قرش، ورقصة تتلوى في خمس دقايق بتلات تلاف جنيه. ربنا يخليها لك. هي ايه؟ خيبتك. في حد في الدنيا في الزمن الاخبر ده يتمنى جوازة؟ طب اختاري حاجة عليها القيمة. هو الجواز مش قيمة يا احمد؟ يعني الحب ما يستاهلش، العشرة ما تسويش. تسعة، عشر، واحد عشر، اتناشر. اتفضل هدير. انت عارفة ان انا راجل اعمال. عارفة يا سيدي، رجل اعمال على بطال. حلوة. انا مناخيري تقدر تشم المشروع الناجح على بعد الف ميل. انا ولف يا حبيبتي، متلهوج ومتصربع وعايزك في موضوع مهم جدا وحتة هادية، في الاخر جاي تكلمني عن مناخيرك والكلاب. هو في ايه تاني نتكلم فيه؟ معقوله بقى كل الجمال ده ومفيش حاجه نتكلم فيها؟ طبيعه، الليل، النجوم، حتى ولو زهره تقطفها وتقدمها لي بس كده. حاضر، من عينيا الاثنين، غالي والطلب رخيص. من بكره هتفق لك مع محل ورد يبعت لك دستين كل يوم. استريحت يا ستي؟ ممكن تسمعيني بقى؟ حاضر هسمعك افندم. كل اللي عايزك تعرفيه ان نادر ده احسن واحد في الشلة بتاعتكم. معلومة متأخرة خمس سنين. شفتي اهو متقابلوا في الاخر. هما ايه؟ مناخيري ومناخيرك. بس انت بقى سبقتيني بخمس سنين، عشان كده عايزك تعوضيني بخمس سنين دول. يعني ايه؟ يعني تقنعي نادر ان كل مشاريعه ومستقبله التجاري يكون معانا، معانا احنا وبس. فريد اسمع كويس قوي اللي هقولهولك. انت ونادر عمركم ما هتتقابلوا بحكاية الفلوس دي. ليه بس الفال الوحش ده؟ لان البشر، كل البشر نوعين ملهمش تالي، نوع يعرف ازاي يعمل القرش ونوع يعرف ازاي يصرف. حضرتك بقى من النوع الاول ونادر من النوع التاني، عشان كده عمركم ما هتتقابلوا ابدا ابدا يا فريد. لا ممكن، ممكن يكون في نقطة التقاء بيني وبينه. وتطلع ايه نقطة الالتقاء دي بقى؟ انت يا حبيبتي تعلمي ازاي يحب الفلوس، ازاي يلمها. انا اللي اعلمه؟ واعلمه ازاي؟ ممكن بقى تفهمني؟ انا اللي افهمك يا قدير. ده انت لو رجلك دبت على الصخر تطلع دهب. سلامات 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 يا حبيبنا بلدي، سلامات 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 يا حبيبنا بلدي. نشوف سكر معاك كم واحد من وحشنا منهم واحد، نشوف سكر معاك كم واحد من وحشنا منهم واحد. لا 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 ده انت وحشنا بالسام. الحكايه نور العين، شوف شبابك
وانت فيها غريب ووحيد الله في الغربه المال ان حكيت رحت انت الله في الغربه المال ان حكيت رحت انت يا ابني بلدي سدى من قال ما فيش عننا يغني سلامات 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 يا حبيبنا يا بلدي سلامات 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 يا حبيبنا يا بلدي انا دلوقتي بس عرفت ليه سموك الاولى طول عمر الالف يا دنايف قدها ودور مين فيكم اللي هيحاسبني؟ محسوبك يا ابله شخشخ وخلصني قد كده مستعجله عندي هم ما يتلم فرحين وطور عقبال امالك الله يخليكي طب صاحب الحفله ده مش من حقه برضه تقولي له كل سنه وانت طيب يا اخويا انت عرفتني بيه وانا قلت لك لا ورايا انا اعرفك بيه يلا يا اخويا استاذ نادر يا نعم الاستاذ نادر حفيد دوله هانم الارناؤوطي بتاعه الجمعيات الخيريه ايوه بالظبط معقوله ما قلتليش ليه ايه في ايه اللي حصل لا ولا حاجه طلبتني في جمعيه خيريه من بتوعها قلت انها ترقصني طول الليل لغايه ما وصلت خلع وبعدين ابدا قالت لي ميرسي وانت عارف عارف ايه بقولك ايه يا ولاد مصلحه الضرايب يا حبيبي ما بتحبش ميرسي لا احنا بقى مش جمعيه خيريه ولا حاجه ايوه ده احنا جاهزين وفلوسنا كاش على الترابيزه شخشخ وخلصني ورايا يلا روح قلب طلباتك يا ست الكل عينك كلها نظر يا حبيبي انا كل اللي اعرفه ان راستك في السيما بتلات الاف في الفرح بالف في الكباريه بخمسمية هتعملينها ازاي بقى ليله فرح معموله في سيما كان اصلها كباريه لا بس ده كتير قوي يا ست الكل شوفي احنا هنعتبرها رقصه سيما يعني تلات بواكي بالظبط كده طب تخلي يلا وخلصت ايه وهتروحي امر بغلاوتك وانا قلت لا بس المره دي بقى بسعر الجمله لا مؤاخذه ازاي يعني استك ونص عينيا وانا كمان بدل 10 بلدي هيبقوا 5 بلدي رقصنا على واحده ونص ايه رايكم موافقين رقصني يا جدع دق يا مزيكا معلش ما تتضايقيش يا دولة تاني دول شباب بقى فرحانين عندهم طاقة لازم يخرجوا الطاقة دي طب هيعملوا ايه لازم يعملوا دوشة ومزيكا ورقص نرقص في السر مظبوط يا جماعه لازم نرقص بشويه
ايها الاخوة بالراحة شوية، الانسة عندها حق وانا كمان عندي اقتراح. الو 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 الو، واحد اتنين تلاتة، معانا الاستاذ فريد ابو العز صاحب محلات نانا روج، سيدلي اليكم باقتراح، وطبعا كلكم موافقين. ها كلهم موافقين يا سعادة البي، موافقين. اقول لكم بقى الاقتراح، اقتراحي بقى ان احنا نكمل السهرة عندي في البيت، واللي ما قدرناش نعمله هنا نعمله هناك. نعمله يا سعادة البي نعمله. هيا يا شباب الى منزل الاستاذ فريد بي ابو العز. باشا باشا يلا يلا يلا. ايه رايك يا نادر؟ فكره تجنن مش كده؟ وهتبقى بالمره فرصه تتفرج على بيتي. اوكي نادر. نعم. انا محتاجه ازازه نقط. هي لحظه خلصت؟ ده 12 نقطه وبس، اصلها وقعت اتكسرت. طيب لما يبقى راجع يبقى اجيب لك معاه واحده. معلش انا محتاجاها ضروري النهارده. حاضر. انت برضه هتروح تجيب الدواء؟ لازم يا هدير. يلا انت بنفسك سمعت الدكتور وهو بيقول النقط دي مهمه قوي. رهيب. لا مسافه السكه. طيب. سلام. الخير اللي يستاهل. ودولة تانية ما تستاهلش؟ الست اللي وقفت حياتها عليك، اللي بتخاف عليك، ما تستاهلش؟ خربت كل شيء في حياتي، لدرجة إني ما بقتش قادر أشوفها. دولة تانية؟ كل شيء في حياتي اتفرض عليا فرض. دولة تانية فرضت عليا المدرسة، الأكل، الشرب، النادي، حتى الكلية. اخترت أنا الفنون، فرضت عليا التجارة. مرضها وفلوسها خلوها عايزه تطمن عليك في اسرع وقت. ما لقيتش قدامها غير كليه التجاره تحميك بيها وتحمي ميراثك. والتجاره بقى هي اللي هتحميني؟ ها لا، كان ممكن تدخل الفنون وتبعد عن الميراث. ابعد عن الميراث وتعتمد على نفسك. هتعتمد على نفسي ازاي وانا ما معيش؟ معاك شبابك وارادتك. ما بقوش يساووا لانك فضلت عليهم الميراث وقاعد مستنيه، والانتظار هو اللي عامل فيك كده. عامل فيه ايه؟ اللي انت مستنيه اهم من اللي انت عايش فيه. عندك حق، انا عمري ما اوصل لحاجه الا يوميها، يوميها وبس. يوم ايه؟ يوم ما تموت سيدات البر والاحسان. تصبح على خير يا نادر. صدقت ان هو ده الحل؟ اللي انا مصدق انك تعبان ومحتاج تنام. لا يا اميره، انا مش تعبان، وموتها هو الحل الوحيد، وزي ما انا محتاجه انت كمان محتاجاه. انا مالي بيك وبمراسك؟ انا مش محتاجه حاجه ابدا ابدا. ولما انت مش محتاجه ليه ما كملتش كليه الطب؟ ليه ما اتجوزتيش؟ ليه بتضيع شبابك من بيت لبيت؟ ليه مستحمله اعرفها واعرف غيرها؟ ليه؟ لان ده شغلي، ولو اقدر اعمل اكتر من كده كنت هعمل. انت بتعملي ده عشان محتاجه الفلوس، الفلوس وبس. انا يا نادر. اميره اسمعيني كويس،
أمير أنا بحبك، بحبك أوي. تقول يا نادر؟ متستغربيش وبلاش الدهشة اللي في عينيك دي. اللي بقوله ده حقيقة عايشة، لكن خايف أقولها. تعرفي ليه؟ أنا هقولك ليه. لأن حبي ليكي هيبقى أهم كتير لهمومك. أنا مش قيمة تخلصك ولا مركز يساعدك ولا فلوس تسعدك. حتى الحب مش قادر أعيشه. الحب اللي كل إنسان بيدور عليه لما بيصادفه بيبقى عايز يجري في الشوارع ويقول أنا بحب. حتى ده أنا مش قادر عليه. عارفة ليه؟ عشان ما معيش. العصفور بيحب العصفورة، لا عمره عرف بنك ولا بنكنوت. يا نادر اللي بيحب بيدي ما بيستناش ياخد. قصدك انتي انا وانتي تهربي مني في اللحظة اللي لقيتك فيها. اوعي تهربي مني تاني يا أميرة. بدل ما صدقت لقيتك، لقيت اللي يقف جنبي يبقى معايا. أنا جنبك يا نادر، بس أنت لازم تعتمد على نفسك. نفسي؟ هي فين نفسي دي؟ مش لاقيها. يمكن معاك ألاقيها. هتلاقيها يا نادر، وأنا مش هبعد عنك، هفضل معاك. توعديني؟ مهما حصل. معاد الدواء. أميرة. أميرة. شفت إن في حاجات ممكن تبعدنا عن بعض. ده شغل يا نادر. لو تسمحي لي أنا اللي أطلع بيها دواء. تفرق في إيه؟ تفرق كتير. أميرة اسمعيني كويس. لو ال 12 نقطة بقوا 15، إيه اللي ممكن يحصل؟ هيضر أكتر ما يفيد. ولو 20؟ منتهى الخطورة. ولو 25؟ لو ولاد هانم تموت. هو ده اللي أنا بدور عليه. بدور على إيه؟ نقطة ال 25، نقطة هتساوي ملايين، اللي تنهي كل المشاكل ومشاكلك. النقطة اللي نبتدي منها وبيها نعيش. نبتدي حياتنا بالقتل؟ أنا مش هقتل. أنا مش ماسك حبل مشناه ولا سكينة ولا مسدس. أنا أغلط في الدواء زي أي إنسان ما بيغلط. نتيجة واحدة، في إنسان هيموت. أميرة، أنا مش هسمح لأي مخلوق إنه يقف في سكتي، مفهوم؟ نادر، أنا خايفة عليك. خوفك عليا بوقوفك جنبي، مش بوقوفك قصادي. نادر مش هتعرف، مش هتعرف يا نادر. أيوة مش هتعرف. قصدك إيه؟ أنت اللي تعرفي؟ الغلط في الدواء ممكن يتعرف، لأنه له آثار جانبية، ممكن الدكتور يكشفها، وخصوصا في النقط. يعني في طريقة تانية؟ أيوة يا نادر. ومستنية إيه؟ قولي لي أعمل إيه؟ أنا اللي هعمل، خليك أنت بعيد. يعني قصدك أنت اللي إيه؟ أيوة، أنا بقيت صاحبة مصلحة. أميرة، في مفاتيح الخزنة مسلسلة في رقبتها، ما تنسيش تجيبيها معاكي.
بوليس ونيابه وسيم وجيم. يبقى معنى كده اني ما ارجعش غير الصبح.
عايز تهرب انت وتسيبني هنا لوحدي؟ عايز تبعد وانا اللي واجههم؟ انت مش خارج من هنا. وجودي مش هينفع. انا خايف من عينيهم ومشاكلهم. انا هكون عبء عليك. عبء؟ بعد كل اللي عملته بتقولي عبء؟ انت مش قادر حتى تقف معايا بوجودك؟ أميرة أرجوك تفهمينا، أنا مش قادر أستنى، مش قادر، مش قادر. أنت مش خارج، مش خارج. خارج مش قادر. دماغي عالم، نافوخي. هو خروجك ما يجيش إلا على دماغي أنا؟ قالت لك ما تخرجش يعني ما تخرجش. مدحت، أنت هنا؟ امال بكلمك من كوكب تاني؟ بكلمك من هنا طبعا، بكلمك من قصر دولة باشا هاني. من امتى؟ من امتى؟ من زمان قوي اخويا، من عيد ميلاد. انت نسيت عيد ميلادك ولا ايه؟ على مفايق مخ مفيش، مخ مفيش. لا انا قصدي يعني انت شفت كل اللي حصل؟ ايوه شفت وعرفت وفهمت كل حاجه. بحرق لي كده ليه؟ مدحت اخويا، بقول لك ايه؟ انت ممكن تفوق لي 5 دقايق؟ نادر يا اخويا، انا ما اقدرش. اطلب مني اي طلب الا ان افوق. نادر، انا بتعب قوي. يا اخي افهمني بقى، افهمني. ما تزعليش، ما تزعليش، ما تزعليش. وطي صوتك وانت بتتكلم. فلوسه جت لحد عندي، انت تعبت فيها؟ فلوسك؟ ده رزقه جالي من فوق، انت تاخد، انا اخد، كلنا ناخد. يعني ده رايك؟ ايوه طبعا رايي. طب ممكن تستناني هنا 5؟ هستناك 10 كمان، وقاعد كسل ومش منقول. حد عندي وجايه لي من فوق، انت عايزها ايه؟ انت بتقول ايه؟ لازم نخلص منه. مدحت بقى شاهد علينا. وعشان شاهد يبقى نقتله؟ ما هو لو قال على شافه وسمعه هنروح في داهيه. هجينا انت يا نادر، انت جرالك ايه؟ القتل دلوقتي هو بقى له حل الوحيد؟ مش وقته الكلام ده، لازم نخلص من المصيبه اللي احنا فيها. طب افرض ان احنا قتلناه، مش في جثه؟ هنوديها فين؟ ده ملوش حد هنا، ابوه بلد وامه بلد، داخل الباب اللي بيشمه ممكن يكون سبب وفاته. ياه، انت خلصت وغطبتها ورتبتها ومفضلش غير التنفيذ؟ عندك حل تاني؟ في حل تاني، تعال معايا. مدحت، مدحت، انت عارف حكايتها هتتعرف منين دلوقتي؟ من غرز مؤخر البلد. مدحت ما خلاش غرزه ما عرفهاش، ولا مخول ما دخلوش. هتفرق في ايه؟ ابتدت في قصر وانتهت في غرزه. الجريمه جريمه. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنلاقيه فين؟ عارفه. نادر! مدحت! بوليس يا نادر. مساء الخير. مساء الخير. دولة هاني موجودة؟ أيوة موجودة. يا ترى أقدر أقابلها؟ بس هي نايمة. أنا آسف للإزعاج ده، لكن الحقيقة الأمر يستدعي إني لازم أقابلها وحالا. أصلها عيانة وما بتقدرش تنزل. إذا كانت مش هتقدر تنزل أنا ممكن أطلع لها. هي تنزل إحنا نطلع، المهم إن إحنا نقابلها ودلوقتي حالا. أنا الممرضة بتاعتها وعندي أوامر من الدكتور إنها ما تقابلش حد ومحدش يقابلها. ده في الظروف العادية،
لكن اذا كان الظرف غير عادي يبقى من حق البوليس انه يقابلها. وارجوك بقى ارجوك ما تضيعيش وقتنا. حضرة الظابط هيقابلها يعني هيقابلها. ارجوك تهدي نفسك لو سمحت. انا اللي ارجوك حضرة الظابط. الوقت بيمر وكل دقيقة لها تمن لها تمن لها تمن. قلت ايه يا انسة؟ هتسمحي لي اقدي عملي بمعاونتك ولا هضطر برضو اقدي عملي رغم اعتراضك؟ كان بودي يا فندم، لكن حضرتك عارف المسؤولية وانا كمان مسؤول، وفي الحالة دي يبقى انا مضطر اطلع لدولة هانم بنفسي. يا حضرة الظابط افندم، ممكن حضرتك تقولي انت عايز دولة هانم في ايه بالظبط؟ يمكن انا اقدر افيدك بدل ما نزعجها. حضرتك مقيمة هنا بصفة دائمة ليل ونهار؟ ونادر حفيد دولة هانم موجود؟ نادر كان عيد ميلاده النهاردة. واسامة ابني كان معاه؟ اسامة؟ ايوه اسامة ابني، سرق تحويشة العمر وهرب بيها. أرجوك والنبي ساعديني، الوقت بيجري والفلوس بتقل. أرجوك ساعديني، يمكن اللي نلاقيه النهاردة ما نلاقوش بكرة. أيوه أسامة كان هنا والفلوس كانت معاه. وصرف منها كتير؟ معرفش، هما راحوا يكملوا سهرة في حتة تانية. راحوا يكملوها فين؟ في بيت واحد اسمه فريد أبو العز، صاحب محلات نانا روش. اللي اتجوز هدير صاحبتهم؟ أفتكر. أنت تعرف بيته كويس؟ أيوه حضرة الظابط عارفه. يلا بينا ارجوك، الوقت بيجري والفلوس بتقل. متشكر يا انسه، وما تنسيش تبلغي دولة تاني بتحياتي. شكرا. كده كده يا نادر تسيبني وتهرب؟ انا قلت لك اني اعصابي مش هتستحمل. الحكايه مش هايفه، مش هايفه ابدا. مش هايفه بالنسبه لك وهايفه بالنسبه لي؟ صعبه عندك وسهله عندي؟ اول مره تحصل لك وانا كل يوم بتحصل لي؟ كل يوم بقتل حد مش كده؟ خلاص يا اميره بقى، انا قلت لك اسف، وبعدين الحمد لله عدت على خير. لا يا نادر، الحمد لله اللي حصل ده حصل بدري. يعني ايه؟ يعني مفيش قدامي غير حل واحد. ايه هو؟ انا هطلع اوقف بفول القرص. بتقول ايه؟ بقول لك اللي هيحصل يا نادر. حتى لو كان فاضل لها دقايق وتخلص؟ الامل ضعيف لكن لازم احاول. ومين هيسمح لي بكده؟ هروبك وخوفك، جبنك وندلتك. أميرة، ما تخليش تصرف طايش يهدنا كل أحلامنا. ده مش طايش، ده درس، درس يخليني أتأكد إنك مش ممكن تكون الراجل يحميني ولا يخاف عليا. أميرة، حرام عليك، ده إحنا بينا وبين الدنيا دقايق معدودة. الدنيا مش دقايق، الدنيا مواقف. الفلوس هتنسينا. فلوس الدنيا مش ممكن تنسيني أمي وإخواتي. أنا طالعة يا أميرة، أميرة، ليه تعذبيني وتعذبي نفسك؟ ده إحنا قربنا نوصل لحلمنا. خلاص يا أميرة خلاص. تعالي تعالي يا أميرة، تعالي تعالي أفرجك. تعالي تعالي تعالي. شايفة شايفة أميرة؟ شايفة كل ده كنت هتضيعيه. الورقة دي بتساوي شهر كامل من عمرك. شفتي وفرتي كام سنة من عمرك يا أمينة؟ شفتي؟
تطلعي. يا صلاة كنت اللي فاكر اللي بين هوا من زمن تبع الزمن هوا. عارفة عارفة دلوقتي مين بيقول كلمته الزمن مش أنا. أميرة تقدري تقدري ترجعي حارب الساعة لورا يا أميرة. شو كده نادر نادر. عارفة 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 ده قد سعدي معناه ايه؟ معناه ان بكرة ابتدى بكرة بتاعنا احنا الاثنين اللي هنحقق فيه كل اتحرمنا منه اميرة. بكرة 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 لا لا مش بكرة ده النهاردة دلوقتي. شايفة اميرة شايفة شايفة الخاتم ده الخاتم اللي عاش طول عمره مسجون جوه خزنة حديد دلوقتي بين ايديكي بقى اجمل ورقة ترد فيه الروح. عارفة ليه؟ عشان لا اللي يطلعه من سجنه صوابعك هي اللي خرجته يا أميرة. مش خايف من صوابع يا نادر؟ حتى يخاف من جمالتي كله من رقتي كلها. مش يمكن الجمال والرقة يقدموا لك الموت زي ما قدموا لدولة هنا؟ موت 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 في ناس بعيد. أميرة لازم تفهميني إن النهارده مش عيد ميلادي وبس، النهارده عيد ميلادنا احنا الاثنين. الدنيا حلوة انت لازم تساعديني عشان اوصل لحلوتها. هساعدك يا نادر هساعدك وحقك كمان. مش فلورس نوادي لا توفي جنبي بالحب والتفاهم والنسيان. حاضر يا نادر هننسى. هتعمل ايه؟ اتصل بالدكتور وصفي. مستعجل قوي؟ عايز اخلص يا امير. هتخلص يا نادر وبنفس الطريقه. نفس الطريقه؟ طريقتي ايه؟ عارف القرص اللي اخدته دوله هانم؟ ماله؟ هو نفس القرص اللي اديتهولك دلوقتي. انت مجنونه. كنت هبقى مجنونه لو ما عملتش كده. ايوه بس القرص اللي انا اخدته ده خدته عشان اعصابي كانت تعبانه. دلوقتي انا مرتاح وبعدين انا مش حاسس لا بتعب ولا حتى بسم. الحمد لله طمنتني. تعرف يا نادر انا كنت خايفه قوي لا تكون دوله تانية متعذبت. اميره ما تضيعيش لحظه حب حلوه احنا عايشينها.
أني حب يا أستاذ نادر، حبك للميراث ولا حبك لنفسك؟ حبك للميراث عملتني كوبري عشان توصله، وحبك لنفسك سبتني وهربت وسبتني واجه البوليس لوحدي. اللي حصل حصل ليه؟ اللي عملناه عملناه ليه؟ مصالح. في الحب بنوي لكن في المصالح بناخد، في الحب بندي لكن في المصلحة بقى بنستنى ناخد الدم. انت ايه مصلحتك في القرص اللي انت بتقولي ده؟ الفلوس. عايزه كام؟ شوف انت بقى حياتك تساوي كام؟ الف، الفين، تلاتة، خمسة. ياه ايه ده؟ ده انت حياتك رخيصة قوي. عايزه كام؟ طيب شوف يا استاذ نادر، انا هاخد كل الفلوس اللي في الخزنه. وانا انت كفايه عليك حياتك. الفلوس اللي انا هاخدها تمن العلاج اللي هيوقف مفعول القرص. لا استعد مني مليم واحد وهتموتي اذا ما رضيتش اللي يوقف مفعول السم. اتكلمي نادر. اعقل يا نادر، فكر في نفسك في حياتك. لو قتلتني هتبقى حكمت على نفسك بالموت. اتصل بالاسعاف يسيبوني. هتموت دلوقتي، هتموت دلوقتي حالا. وحتى لو جم مش هيجوا قبل ساعه، مش هيقدروا يقول لك حاجه. انا بس اللي اعرف العلاج. اتكلمي. هتكلم ازاي وانا ميته؟ العلاج فين؟ فين العلاج؟ نهدر. قولي فين العلاج؟ قولي. كلمي. الدقايق اللي بتاكل في عمرك، هل نقدر نلحقه دلوقتي؟ يمكن ما نلحقوش بعدين. قلت ايه يا استاذ نادر؟ بس انا ايه؟ خلصيني. يلا. بس انا ايه؟ شنطة هدومي. كنت حريص على حياتك، انما بقى لو حريص على الفلوس. اتفضل الفلوس اهي. اضمن منين انك هتتكلمي بالتليفون؟ الحاجه الوحيده اللي فاضله لي من ايام الفقر هي كلمه الشرف. برا برا برا. Thank you.
الو فين العلاج؟ الدواء فين؟ شايلاه فين؟ كلمي طيب دواء ايه وعلاج ايه؟ في ايه يا نادر؟ هي دولة هانم جرالها حاجة؟ هدير حط السماعة، حط السماعة يا هدير. انا مش هحط السماعة الا لما اطمن عليك واعرف ايه اللي خلاك ما جيتش. مش انت قلت لي دقايق وحصلكم؟ اكد عليه لازم يجي. قول لي يا نادر مالك؟ في ايه؟ معقولة؟ معقولة يا نادر؟ فاتت قليلة ليلتك والعيد عيدك وكلنا هنا بنحتفل بيك وانت الوحيد اللي ما جيش. عشان خاطر حط السماعة. تسمعني؟ حط السماعة يا هدير. ايه؟ قال لك ايه؟ جاي ولا اروح انا اجيبه؟ اكيد في حاجة مش طبيعية. تكون دولة تاني ماتت. مش عارف. الو. الخط اتقطع من عندك يا نادر. طمني في ايه عندك؟ خير من فضلك حط السماعة دي هشرح لك كل حاجة. حط السماعة دي، حط السماعة. انا معطلة ومعطلة التليفون ومعطلة المحطة. معلش هجرب اخر مرة. اكيد نايمين. وفي حد صحي غير الغلابة اللي زينا؟ على العموم فريد زعلان قوي، كلمه انت بقى. مساء الخير يا استاذ نادر. ده كلام يا راجل. في فرح من غير عريس؟ ده انا تخيلت انك هتحصلنا بعربيتك وهو ما اكتشف انك لسه قاعد في البيت. الو 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 في الدنيا. مش هتقع. اوعى تستسلم.
فلوسك موجودة فوق، اطلع شوفها بنفسك وطمن على دولة تاني. أكيد. يعني أنا هعيش يا أميرة؟ وهترجع الفلوس والمفاتيح مكانها قبل دولة تاني ما تصحى. والنقط، النقط 12 نقطة بس، مفهوم؟ وانتي؟ أنا هرجع شغلي تاني، شغلي اللي علمني ازاي احافظ على حياة الناس، ازاي اخد بايديهم مش اقتلهم. بتسيبيني يا أميرة؟ وانا مطمنة عليك ومتأكدة انك اكتر واحد هيخاف على دولة تاني، لانك دقت طعم الموت. أميرة انا اسفة يا نادر، يمكن اللي انا عملته ده كان شيء قاسي، لكن اللي ممكن يكون افظع منه انك تتحول لقاتل. انا عملت كده عشان انقذك وانقذ دولة تاني، انقذ نفسي كمان. قوم يا نادر، قوم ادي دولة تاني من النقط، النقط اللي هتساعدك. قوم يا نادر، قوم بقى ادي اسبرين، قوم قوم. الشفا ان شاء الله.